مروج المخاوف مستمرة من إمكانية عرقلة التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، خصوصا بعد ما بدأ أو استأنف المحقق العدلي طارق البيطار عمله في الملف. اليوم حضر القصر العدل، وكان هناك مخاوف من أن تعقد اجتماعات أو يكون هناك التفاف سياسي على القاضي بيطار من قبل الطبقة السياسية اللبنانية، وخصوصا حركة أمل، حزب الله، وكل من يعني أشار بالقاضي بيطار إلى انتقادات لاذعة. هناك جلسة دعا إليها المشنوق، نهاد المشنوق وغازي زعيدر، الوزيرين السابقين، في 29 من هذا الشهر، إضافة ويتوقع أن يدعو إلى جلسة أخرى بحق حسان دياب رئيس الحكومة السابق بعد عودته من الولايات المتحدة. وكان قصر العدل اليوم شهد عدة وقفات متضامنة داعمة للقاضي بيطار. حتى الآن لا يوجد أي معلومات عن موعد انعقاد المجلس الأعلى للقضاء أو مجلس القضاء الأعلى مع القاضي بيطار، أو حتى اقتراحات لإنشاء لجنة اتهامية استئنافية عدلية يعني تنظر في طلبات القاضي بيطار وتحقيق القاضي بيطار. وبالتالي يبقى هذا الملف يشكل تحديا كبيرا إن كان لجهة القاضي وتحدي الطبقة السياسية أو المجموعة السياسية التي تعارضه، أو تحدي أساسي للتحقيق ولوجود القاضي بيطار رغم كل هذه الحملة الانتخابية أو الحملة السياسية عليه. بطبيعة الحال اليوم شهد مجلس النواب جلسة لقانون الانتخاب، كان يفترض أن يكون من خارج جدول الأعمال طرح موضوع الهيئة الاتهامية للالتفاف على القاضي بيطار، ولكن تم إقرار قانون الانتخاب، تم تحديد موعد 27 من مارس المقبل موعدا لإجراء الانتخابات النيابية، ولكن هناك أيضا تحذيرات من إمكانية أن يكون هناك تأخير في هذه الانتخابات أو تحديات لهذه الانتخابات ولهذا اليوم الانتخابي بعد أشهر قليلة. بطبيعة الحال قمنا بإعداد تقرير عن الانتخابات وهذه التحديات نشاهده سويا.